خادم الحرمين الشريفين يعفي بعض مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة وكبار السن من قروض البنك أو بنك التنمية الاجتماعية. ومجموعة العشرين تقرر مراقبة أسواق الطاقة بانتظام على المدى القصير. وهيئة الاتصالات ترس تطبيقات توصيل خالفت الإجراءات الوقائية بالتعامل النقدي بدل الدفع الإلكتروني. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مجددا إلى برنامج أموال ومسارات، ونفصل أكثر في حركة سوق الأسهم السعودي. نلقي نظرة بالنسبة على أداء المؤشر، مؤشر على تراجعات بواحد في المئة 65 نقطة يفقدها في هذه الأثناء 6941 نقطة. قيمة التداول بعد نصف ساعة من افتتاح جلسة اليوم تقريبا على مليار ريال، وحجم التداول عند ما يقارب 55 مليون سهم. بالتالي شهدنا اليوم بعض التماسك من مطلع الجلسة الصباحية، بعض المكاسب تقريبا كانت بأقل من 6 نقاط. الآن بدأ أن السوق يعني يفقد أو يقلص المكاسب اللي حافظ عليها أو يعني كانت خلال تداول ولات الأسبوع الماضي. إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه في جلسة الخميس أغلق السوق عند مستويات إيجابية وتشكل نقطة مهمة بالنسبة لسوق الأسهم السعودي، مستويات 7000 نقطة، أغلق يعني فوق هذه المستويات بستة آلاف أو 7006 نقاط. ولكن اليوم يقرأ البعض على أنه لربما السوق أنه التماسك اللي كان عند مستويات 7000 نقطة قد يشهد يعني حالة من التراجع، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه تراجعت وتيرة النمو بالنسبة في السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الماضي. يقرأ البعض أيضا كذلك أنه أخذنا يعني هناك ضعف في الاتجاه الصاعد بالنسبة للسوق، كان يعني تسجيله خلال آخر جلستين من الأسبوع الماضي، ما حتى هذا لربما تراجع الضغوط البيعية بالنسبة في السوق. عمليات يعني جني أرباح نشهدها بالنسبة على المؤشر، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يقرأ البعض في ظل وجود أنه يعني يتحدث على أنه السوق بحاجة إلى مزيد من ربما الحوافز المحلية والداخلية للسوق خلال الفترة القادمة، في ظل أنه احتساب السوق العامل الأبرز للأسواق المالية العالمية ويعني اتفاق أوبك لخفض الإنتاج واللي مقرر أنه يبدأ الشهر القادم ولمدة شهرين. بالتالي بدأ أن السوق احتسب هذا الاتفاق خلال يعني نهاية تداولات جلسة الخميس. قد نشهد أيضا كذلك أنه حالة من الترقب لنتائج شركات الربع الأول من العام الحالي، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الأسبوع الماضي افتتحت الموسم يعني المتقدمة والمراعي واللي أتت نتائجها متباين. المراعي كان فيها نمو بأكثر من 14% والمتقدمة كان لدينا تراجع بالنسبة في نتائجها. هناك أيضا كذلك بعض الإعلام من شركات سوق الأسهم السعودية على النتائج يعني الشركات التي تأثرت بفيروس كورونا، سنستعرضها بعد قليل. أما الآن إلى أيضا بعض أخبار شركات السوق، حيث وافق التداول على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات الانتقال من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 100 مليون ريال وبعدد أسهم 10 ملايين سهم. وأوضحت أنه بناء على ذلك سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداء من اليوم الأحد بتاريخ 12 أبريل للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول. وأشارت لأنها ستعلن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات. على كل إغلاق السهم في جلسة الخميس كان عند مستويات 25.55 ريال هللة للسهم. أعلنت شركة هيرفي للخدمات الغذائية هيرفي الأغذية أن عمليات التشغيلية بقطاع المطاعم ستتأثر بالقرارات الحكومية التي شملت الإغلاق المؤقت لفروع المطاعم بالمراكز التجارية واقتصار تقديم الخدمة من خلال خدمات التوصيل المنزلي وحتى الساعة 10 مساء بالمطاعم الموجودة بها خدمات التوصيل المنزلي، وذلك حتى إشعار آخر. وأكدت في بيانها على تداول التزامها بتطبيق منصة عليه القرارات الصادرة مؤخرا من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. على كل 13% من التراجعات 15 هللة 45 ريال و 85 هللة للسهم. توقعت شركة الصناعات الكهربائية أن تتأثر نتائجها المالية خلال الفترة القادمة نتيجة القرارات الصادرة مؤخرا بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة في بيانها على تدون على الرغم من استمرار عمليات التشغيلية أن هناك تأثير على سير عمليات الإنتاج في الشركة لعدم انتظام العمال المستأجرة بسبب أيضا المنع الكامل المفروض على بعض المناطق والمدن. 1.5 النقطة المئوية من التراجعات 12 ريال و56 هللة للسهم.
أعلنت شركة إسمنت تبوك أن مبيعاتها ونتائجها المالية ستتأثر بشكل مباشر بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تقضي يعني فرض منع تجول كامل في بعض مدن ومحافظات المملكة. وذكرت الشركة أنه نظرا يعني لصعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات والتدابير الوقائية من قبل الجهات المختصة، فإنه يتعذر حاليا يعني تحديد حجم الأثر المالي لهذا التأثير. 1.5% المبيعات، 1.3% من التراجعات، 11 ريال و10 هلالات للأسهم. على كل إن كان قائمة من شركات سوق الأسهم السعودية أكثر من 50 شركة أعلنت بالنسبة على أن تتأثر نتائجها خلال الفترة القادمة بفيروس كورونا. نحدث معا عن أرقام القطاعات. قطاع الطاقة اليوم على تراجعات 1% بالنسبة لأرامكو السعودية، المصافي اليوم على 1%، البحري على مكاسب اليوم 1%، بترابغ على تراجعات 3.5% المئوية، ودريس اليوم على تراجعات 1%. ماذا عن قطاع المواد الأساسية؟ نتابع اليوم أيضا لدينا جميع شركات القطاع على تراجع، سابق على تراجعات بأقل من 2%، 78 ريال 10 هلالات، معادن أيضا 2%، كان السعودية أيضا 2.17%، المتقدمة وسبكم العالمي أيضا كذلك على تراجعات، اليوم سبكم على 3%. ماذا عن القطاع المصرفي؟ نتابع اليوم أيضا تحركات القطاع، جميع شركات القطاع اليوم على تراجعات، لدينا سامبل مليم أكثر من 3%، كذلك الراجحي على 1% تقريبا، الأهلي اليوم 1.13%، الإنما 17%، وبنك الرياض على 0.5% من التراجعات. إلى أسهم قطاع الاتصالات، نتابع مع المشاهدين أرقام قطاع الاتصالات. اليوم كان القطاع على تباين واضح أو على الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة نحدث هذه الأسهم. لدينا اليوم قطاع الاتصالات السعودية على 20% من التراجعات، موبايل وزين اليوم على بعض المكاسب، لدينا اليوم زين ب 1.18%، 1% بالنسبة إلى موبايلي. ماذا عن الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم؟ نلقي نظرة، نتابع أسواق المزرعة اليوم على بعض المكاسب ب 4.13%، الجوف اليوم ب 24%، طباعة والتغليف أيضا على 3.18%، ساب تكافل كذلك وجاكو على مكاسب بأكثر من 3%. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ نتابع أيضا ولدينا بترابغ على تراجعات ب 3.17%، ريدان أيضا على تراجعات ب 3.13%، في ظل إعلان الشركة أنه أيضا ستتأثر بالنسبة مبيعاتها خلال الفترة القادمة بسبب فيروس كورونا. سبكم العالمية كما ذكرت ب 3%، والتموين أيضا ب 3%. نتابع أنه أيضا سهم سامبا المالي اليوم على 3.25% من التراجعات. على كل مشاهدي الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فاصل القصير نستعرض فيها أسعار العملات والمعادن، أبقوا معنا.
وللحديث أكثر عن افتتاح سوق الأسهم السعودية نرحب بضيفنا عبر الهاتف محلل أسواق المالية الدكتور ياسين الجفري. حياك الله معنا دكتور وصباح الخير، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ معك من يعني تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي، يعني اللي الأسبوع الثالث التوالي سجل يعني السوق أطول يعني سلسلة صعود تقريبا لمستوى ديسمبر من العام الماضي. اليوم مع الأحداث العالمية كان أبرزها اتفاق خفض الإنتاج لأوبك، هل فعلا أن السوق بدأ أنه احتسب هذا الاتفاق في جلسة الأربعاء والخميس، بالتالي الصعود كان متوقع لمستوى 7000 نقطة في ظل التراجع نشهد اليوم على المؤشر اللي كان بأكثر تقريبا من 60 نقطة؟ ما في شك أن الاتفاق كان له تأثير إيجابي على السوق ككل والسعودي، خاصة أنه نحن بنتأثر صورة قوية بالوضع العالمي خاصة بالنسبة لسوق النفط، لكن لا نزال ننتظر حاجة واحدة ممكن إن تكون اللي هي التزام باقي الدول باتفاق أوبك، وبالتالي يدخل سوق النفط نوع من العقلانية بين المنتجين بما ينعكس إيجابا على وضع النفط كمادة حيوية وعلى سعرها المفروض أنها تتبادل به. وأول مرة في التاريخ نشوف أنه دول العالم كلها تتحد في مواجهة شيء واحد. لا شك أنه الجائحة دي كان له تأثير إيجابي على الكل من زاوية التفاهم والتلاحم ضد خطر خارجي بيواجه الإنسانية ككل. جميل. التحفيزات القادمة أيضا من البنوك المركزية، الفيدرالي الأمريكي على الأسبوع الماضي عن أنه زيادة الدعم إلى 2 تريليون و300 مليار دولار. بأخذ الخبر من جهة أخرى، معلومات الطاقة أشارت أنه قد نشهد يعني تراجع في أسعار النفط أو خفضت توقعات ل 20% خلال العام الحالي. بعد أقرأ أنه أيضا البنوك المركزية لها دور أكبر في دعم الاقتصاد في ظل يعني مواجهة فيروس كورونا، يعني دون الاعتماد على النفط بشكل أساسي للأسواق. ما في شك انه في انه نحن الان التوقعات انه الجائحه نفسها دي تستمر لفتره معينه حتى يتم السيطره عليها عالميا، وبالتالي بعدها حيبدا الاسواق في الانتاج والتحرك. فلا شك انه الفتره الحاليه اللي هي كان فيها عدم انتاج وكان فيها التزام بالبيوت هيكون لها تاثير سلبي على الانتاجيه وعلى الاسواق ككل، لكن نتوقع انه باذن الله بعد انتهاء الجائحه وبعد التوصل الى السيطره الكامله عليها وانه نرى انه الاسواق تبدا فيها التحسن. الدول نفسها هي اخذت الضربه وبالتالي عوضت الاقتصاد المفقود منه، سواء كانت الولايات المتحده الامريكيه او اليابان او اوروبا او حتى الدول المختلفه على كل يعني في كل بقاع العالم. لاحظ أن البنوك المركزية ككل بدأت تأخذ هذا التوجه وهذا الطريقة وهذا الأسلوب اللي ما بدأ في عصر أوباما وما شفناه قبلها. جميل. بالنظر بالنسبة لأنه السوق السعودي بدأ الآن محليا يستجيب يعني إلى العوامل المحلية بعد يعني هذا الحدث العالمي واللي استجاب له السوق الأسبوع الماضي، التوقعات بالنسبة كأبرز العوامل المحلية اللي ترقبها السوق الفترة القادمة وقد يعتمد عليها؟ رؤية النتائج حدث الشركات بعد الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي، إذا كانت النتائج يعني لمختلف القطاعات في السوق كانت إيجابية وكانت في استمرارية، نتوقع أنه الاقتصاد حيتحسن بصورة أكبر وأكبر وحنشوف نتائج أفضل. إذا كان في تأثير محدود برضو حنشاهد نوع من التأثير الإيجابي، لكن إذا كان في تأثير قوي جداً وما استطاعت الحزم الإيجابية من الدولة أنها تخفف من تأثيرها فنتوقع أنه سيكون له تأثير سلبي على السوق. الدكتور ياسين الجفري محلل أسواق المالية، شكرا جزيلا لك. وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية من الفئات الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن. جاء هذا في إعلان لإبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية.
عقدت دول منظمة أوبك والمنتج من خارجها في مقدمتها روسيا اجتماعا افتراضيا لبحث تخفيض الانتاج لدعم الأسعار مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث وافقت منظمة أوبك والمنتجون من خارجها على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو ولمدة شهرين مبدئيا. قال وزراء الطاقة في مجموعة 20 في البيان الختامي أن جائحة كورونا ساهمت في زعزعة استقرار أسواق النفط والغاز العالمية بالإضافة لآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. هذا وأكد وزراء الطاقة في مجموعة 20 على التزامهم بضمان أن يواصل قطاع الطاقة تقديم مساهمة كاملة وفعالة في التغلب على جائحة كورونا ودعم الانتعاش العالمي اللاحق، كما اتفقوا على إنشاء مجموعة مركزة قصيرة المدى مهمتها مراقبة تدابير الاستجابة، وسوف تقدم تقارير منتظمة عن تقييمها خلال رئاسة المملكة لمجموعة 20. تراجعت إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية ب 1.3% لتستقر عند مستوى 865 مليون ريال. وتفاوت التغيير الأسبوعي لقيمة الصفقات لكل من القطاعين الرئيسيين للسوق السكنية والتجارية، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني ب7% لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 746 مليون ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 61% لتستقر عند مستوى 118 مليون ريال. قال وزير التجارة ماجد القصبي أنه يتوجب علينا أن نتعايش مع الوضع الحالي وأن نراجع سلوكياتنا وعاداتنا في الاستهلاك والشراء والأكل، مشيرا إلى أن أزمة كورونا يمر بها العالم أجمع وهي مرحلة صعبة وحاسمة تتطلب أن يشعر كل منا بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه وأسرته للحد من تفشي هذه الجائحة. وأكد القصبي على وفرة السلع الغذائية والتموينية والإمدادات، وعلى الجميع مراعاة سلوكياته في الشراء. في سياق آخر، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أن السجلات التجارية المصدرة لنشاط الشحن والتوصيل بنهاية الربع الأول بلغ نحو 7500 سجل تجاري، وأوضح أن عدد السجلات المصدرة للنشاط خلال الربع الأول فقط كانت بأكثر من 600 سجلا تجاريا، ذلك بعد إصدار 2336 سجلا خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد السجلات التجارية لنشاط مكائن البيع الذاتي بنهاية الربع الأول بأكثر من 172 سجلا. خالفت بعض تطبيقات التوصيل الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث سمحت لمندوبيها بالتعامل النقدي بدلا من الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم قيام مقدمي الخدمات بفحص درجة حرارة المناديب يوميا والتأكد من سلامتهم كإجراء احترازي. هذا وقد شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضرورة اتباع تطبيقات التوصيل الإلكترونية بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس. سلم برنامج سكن التابع لوزارة الإسكان أكثر من 11700 قطعة أرض من خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر مارس الماضي، وبزيادة بلغت 33.5 النقطة المئوية عن شهر فبراير من العام ذاته. الآن يتم إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكمالها خلال 3 أعوام. يذكر أن برنامج سكني سلم خلال العام الماضي 2019 نحو 90,000 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة.
قال البنك الدولي أنه من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضاف البنك في تقريره أنه من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا والتي تضم 8 دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.18% و 2.18% هذا العام، وما يقل عن توقعاتها قبل 6 أشهر والتي كان بتبلغ نمو 6.3%، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5% و 2.18% خلال السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل. وقدر البنك أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.18% و 5%. هذا وحذر التقرير من حدوث انكماش اقتصادي في المنطقة كلها هذا العام كأسوأ السيناريوهات في حال عدم استمرار إجراءات العزل العام لفترة طويلة وبشكل واسع. قال تويتانكاي سفير الصين لدى الولايات المتحدة إن بكين ما زالت تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين، وأبدى أمله في أن يتمكن البلدان من التعاون لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتهما. وقال إن بكين ما زالت تشتري منتجات زراعية أمريكية وترفع بعض القيود التي تواجه دخول الشركات الأجنبية سوقها المالية. وأضاف بأنه يأمل أن تتمكن الفرق الاقتصادية للبلدين من الجلوس معا أو عقد مؤتمر عبر الفيديو لتقييم الوضع المتغير وتنسيق التعاون بين البلدين. تعهدت بريطانيا بتقديم 200 مليون جنيه استرليني لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة، ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات. وقالت وزيرة المعونات البريطانية أنا ماري أن مساعدة الدول الفقيرة الآن سيساعد على منع عودة الفيروس لبريطانيا. وقالت الحكومة البريطانية أن 130 مليون جنيه ستخصص لوكالات الأمم المتحدة مع تخصيص 65 مليون جنيه لمنظمة الصحة العالمية، في حين ستخصص 50 مليون جنيه أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزقها الحروب ويصعب الوصول إليها، في حين أيضا ستخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى. عينت بوينغ الأمريكية للطيران مصرفين استثماريين لتقديم المشورة لها في محادثاتها مع واشنطن بشأن مساعدة فيدرالية محتملة بسبب جائحة كوفيد-19. وأكدت مصادر مطلعة على المحادثات التي تجري مع وزارة الخزانة الأمريكية المشرفة على خطة إنقاذ طارئة بقيمة 2.2 تريليون دولار يمكن أن تبدأ أواخر شهر أبريل. وكانت بوينغ قد طلبت 60 مليار دولار بشكل دعم فيدرالي لها، حيث كانت ديون بوينغ تبلغ 27 مليار و300 مليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إير آسيا إن مؤسسي شركة الطيران الماليزية لن يتقاضوا رواتبهم وأن العاملين وافقوا على خصم يصل إلى 75% من الأجور نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال إنه ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة لن يتقاضيا راتبا في هذه الفترة، في حين أن العاملين وافقوا على تخفيضات مؤقتة للأجور تدور بين 15% و75% بناء على الأقدمية لتقاسم تأثير هذا الأمر على أعمال الشركة. وقال إن شركة الرحلات الجوية منخفضة التكلفة لا تحقق أي إيرادات حاليا، وأن 96% من أسطولها متوقف، في حين أنها ما زالت لديها التزامات مالية كبيرة لموردي الوقود ووكلاء التأجير.
قال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا لصناعة السيارات أوكيو تويودا بأن صناعة السيارات اليابانية ستسعى لحماية الوظائف في جميع أنحاء العالم وستحاول الحد من تأثيرات فيروس كورونا. وكانت الشركة اليابانية قالت أنها ستمدد إغلاق مصانعها في الولايات أو في أمريكا الشمالية أسبوعين إضافيين، مشيرة إلى أنها ستعيد نحو 5000 عامل إلى وكالاتهم الأصلية وستمنح آخرين إجازات غير مدفوعة. كما أعلنت اليابان حالة الطوارئ حيث استمرت الحالات في الارتفاع لا سيما في طوكيو والمناطق الحضرية الأخرى. مشاهدي الكرام، وصلنا كل ختام برنامجنا، ولسلامتكم دائما ابقوا في منازلكم واستلحوا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا. إلى اللقاء.